أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة على الجهود المتميزة التي يقوم بها القطاع الخاص كشريك رئيسي وفعال في مسارات التنمية، وذلك بما يدعم استمرارية تطوير الخدمات الحكومية بجودة وكفاءة عالية تنفيذا لتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك لدى توقيع سعادته اتفاقية استثمار وإدارة مبنى مواقف عامة للسيارات مع شركة البحرين لمواقف السيارات أماكن، وذلك بغرض إدارة وتشغيل مبنى مواقف السيارات المتعدد الطوابق والكائن بوسط سوق المنامة القديم. وأوضح سعادة الوزير بأن الاتفاقية تأتي ضمن سياق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الخدمات البلدية، وذلك بهدف تطوير مستوى الخدمات والإمكانيات المتاحة لمستخدمي ورواد الأسواق والقطاعات الخدمية بمحافظة العاصمة. من جانبها أكدت السيدة مريم عدنان الأنصاري الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الاستثمار في الأراضي الحكومية، أكدت بأن توقيع الاتفاقية يعد انطلاقة لتفعيل دور منصة استثمار الأراضي الحكومية وتنفيذ أهدافها، حيث أن هذا العقار هو أول عقار يتم استثماره من خلال المنصة. سعدنا اليوم بتوقيع اتفاقية استثمار وتشغيل وإدارة مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات في سوق المنام القديم مع شركة أماكن لمواقف السيارات. هذه الاتفاقية التي تم طرحها على منصة الاستثمارات الحكومية لمدة 15 عام بتكلفة استثمارية تفوق 800,000 دينار، إن شاء الله تسهم في توفير خدمات لمرتادي سوق المنام لما يشكل هذا الموقع من معلم سياحي ووجهة لزوار المملكة. طبعا توقيع اتفاقية اليوم هو يعكس تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محرك أساسي للاقتصاد ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية وفقا لتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. إن شاء الله شراكتنا مستمرة مع القطاع الخاص ليأخذ دوره في عملية التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد بإذن الله. نحن في شركة أماكن سعيدين بإبرام هاي الاتفاقية مع وزارة البلديات والزراعة والتي تسهم في دعم الحركة الاقتصادية والشراكة بين القطاعين. هذه راح تكون المبنى راح يكون إضافة إلى محفظة الشركة اللي راح تتوسع وتكون في منطقة استراتيجية من سوق المنامة، وراح تدخل تقنيات حديثة في عملية الدخول والخروج من مواقف السيارات، وهذا اللي شيء اللي نطمح إليه. يعني إحنا كمان العاصمة نطمح إلى استخدام تقنيات حديثة تسهيل العمليات بالنسبة للمواطنين والمقيمين والزوار في استخدام جميع المرافق الموجودة المرافق العامة.